بقول لك حريه يا زول. الحاج ده ذاته ثاني عشان ما يتامر فينا ونضم فينا كثير. البلد فيها حريه يا اخي، في قوانين استوردوها لكن الحمد لله ما انطبقت في البلد دي، وفي بصوره جزئيه طبقت قوانين يا اخواننا ما بتشبهنا نحن. قانون انه انت لو ولدك، انت بتربي في ولدك، لو ضربته ممكن يمشي يفتح فيك بلاغ ويغرموك، والله يغرموك في المحكمه ولدك. ولا تسألوا اعمل اي حاجه دايره هو، انت ما تسألوا ذاته دي الدار يجيبوها لنا. يا ناس استيراد القوانين بصمتة دي، وانتوا اذا كان كلام الله اللي ما فيه اعتراض وحكم عدل وخبر صادق انتوا دارين تعدلوا، لانه قلت ما بينفع معاكم كلام الله دار تعدلوا. زي ما قال لك شباب قبل شويه، نحن ما ممكن نستورد قوانين من دول القوانين دي بتشبه ثقافتنا العامه. ما زينا نحن، الولد اللي بيشتكي ابوه عشان اداه كف بيشتكيه وبغرموه وبسجنه الابو، ده ما ولد يتربى زينا نحن. ده احنا هنا امه ذاتها خطبوها بالتعب، وقت خطبوها امه الاول وجابوا شيله وتعب وتلتله وشاوره ولاد عمه، لو في واحد دايره خلاص لو ما دايره يدوك ليها، وبعد ده كله ممكن ولد عمه يجي يرجع السيره ويدفعوك دم قلبك. امها دايره توبين وديك بنت خالتها دايره توب، واشتروا ما تعرف شنو وتخمخم ومشيت عرستها والدنيا كلها متلملمه وعمم كبيره والعرس تموا لك وشلت المراه ومسوي لها بيت ومشتري لها عفش واموره مجيحه. ده بس موضوع امه. الجنه ذاته انت عشان تلدوا 100 مقابله ودوها الدكتور وجيبوها امها، ودايره عجوره الليله وبكره دايره لها دومه. شفتها؟ ده برنامج بتاع امه 9 شهور بيطمحط فيك انت امه 9 شهور. دي اللي يجيب لك دي وترقد على قفال تقول لك انا ما اقدر اشتغل، امشي جيب لي اكل ديليفري من برا، تجيبه وتجي وانت ذاتك في تلتله. بعد ما ولدوا الجنة تخيل معاي، وديته المستشفى بيطقوك ب 15 20 مليون. دي في المستشفى انت مرقو، تقول تشتري منه شيرة وحقك عشان تمرقوا من جوا. مرقته اول ما استلمته كبر بقى صبي، ده يمشي يشتكينا انا ابن الكلب يشتكيني بعد ده كله؟ يا ناس اتقوا الله، يمشي يشتكيني في المحكمة ده؟ اديه كف امه ذات اديها كف. يا ناس والله ده كلام ما بيجي كله. يا اخي ديلك القانون الخطو ده قانون جاي مع ثقافتهم. الجنة ده ما تعبوا فيه، الواحد صاحب له واحدة بايس كريم، صاحبها بايس كريم حملها وبس. مين الايس كريم داك الا شاف الجنة لاقى في الشارع قال له ده ولدي. ده مش لو حد يشتكيه، لو حد يشتكيه ده لو حد. لكن يا ناس احنا ما قاعد نجيبهم بالساهل، والله ما قاعد نجيبهم بالساهل. عشان كده بنعرف ذاته حق ابواتنا علينا، والله لو يطونا بكرعينهم، لو عفصونا بكرعينهم كده مش اداك كف، والله لو عفصونا بكرعينهم والله ما نسالهم، والله ما نسالهم، لانه حقهم علينا اعظم من ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عن امك كما صح الالباني رحمه الله تعالى، قال الجنه تحت قدميها. تحت وين؟ مش فوق لراسه، تحت كراعه بامك. قال لك امك ثم امك ثم امك. يا اخي ابن عمر رضي الله عنه صحابي جليل، لقى له واحد شايل امه في كتفه، في كتفه وطايف فيها الكعبه بحجة بها. الحاج ده انت والله صبي كده، شفت الصبي عمره 25 سنه ومانع ما شاء الله تجر التمساح من البحر، والله الحاج ده حار عليك. انا اكلمك، انا حجيت صبي صغير والله جرست عديل. الحاج ده مر صعب، الزول ده شايل امه. انت كان شايل لك شفتها؟ شفت الجواز بتاعك؟ جوازك والله حيبقى لك تقيل بعدين، الجواز بس عشان تخطه في الحزام جوا بيبقى لك تقيل. شايل امه وطايف فيها، لاقى ابن عمر وهو طايف، قال له اتراني يا ابن عمر اوفيتها حقها؟ قال لا. قال له ما اديت حقها. قال له ولا بطلقة من طلقات الوضوع. نحن يا اخواننا عندنا دين فيه هذه القيم الثرة،
والأخلاق النبيلة والترابط المجتمعي الصلب، علاقة بينك وبين أمك صلبك الجبال، وعلاقة بينك وبين والدك راسخة وصلبة، وعلاقة مع مجتمعك والجار ربنا يوصيك به والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيك به. جارك ده قال حتى ظننت أنه سيورثه. والزول الكبير في الشارع إن من إجلال الله احترام حامل القرآن وذي الشيب المسلم. الزول الشايب بس مسلم أنت بتحترمه وبتقدره جدا، بتجي المسجد وعندك قيم أنت بتحملها بتربطك مع الناس في المسجد ديل، ما تأكل بصل ولا تمو، لو أكلت ما تجي المسجد عشان ما تأذي الناس المعاك في المسجد. المناسبات الاجتماعية تقيف معهم، ترحم الصغير، توقر الكبير، وترتبط بمجتمعك والأرحام والأقارب وتأدي الحقوق. نخواننا نحن مجتمع فيه قيم زي دي، مجتمع إسلامي نفكه نمشي لنا لعلمانية. علمانية يا ناس، البت فتاة تمشي تلف للأولاد تبيت كل مرة مع واحد، لو حملت ولدت ولدت من منو ما معروف، الجنين اللي بتلده مصيره شنو ما معروف، أول ما يلدوه يشيلوه يودوه الدار بتاعت الرعاية، يتربى فاقد الأبوين، ليس له عطف الوالد وليس له محنة الأم. انت اللي لاحظ في ولدك لو اتأخرت، لو عندك طفل صغير وخاصة البنات لو اتأخرت بس انت ما بتنوم لحد ما أبوه يجي، وانت جيت دقيت الباب جاي جارية تستقبلك وتحضن أبوه بس كده حضنته واخدت راحتها تجري تمشي تنوم مرتاحة وآمنة. تخيل انه ولد يتربى في مجتمع كله أطفال زيه، ليس فيه أم تحنو عليه وليس فيه والد يعطف عليه، ده بيتربى حاقد على نفسه، حاقد على المجتمع، حاقد على كل بيت متبرجة، حاقد على كل امرأة زنت، حاقد على كل رجل همل امرأته ولم يتزوج. ده مجتمع كريم نحن نستبدل به والمجتمع الإسلامي؟ أسألكم بالله، امرأة كبيرة في السن خاتنها في دار العجزة والمسنين، ولد يحنو على ما في، بيت ترعاها ما في، كويس؟ يا ناس نحن نبقى زي ده ولا نحن نقعد في مجتمعنا الزونة الكبيرة دي؟ والله الناس بتسابقوا عليها، والله تلقى ولدها بيشطف فيها وتلقى شايلة وبنتها قاعدة معاها ويحججوها ويودوها الحج شايلينها شيل بالكرسي، وهي كبيرة في السن كبيرة، والناس كلهم يتلموا ويقول لك العيد بنعيده مع حبوبة، يتلموا الأهل والأقارب. ها دين زي ده يا أخواننا ومجتمع زي ده نحن نستبدله بعلمانية، لا رأس لها ولا عقب، لا أخلاق ولا مجتمع، لا دين ولا أي شيء. نبقى نحن قاعدين زي اللقطة. الآن الدول اللي بيفتخروا بها وبتجي عشان تحل لهم مشاكلهم، 40% من المواليد مجهولي الأبوين، 40% من المواليد مجهولي الأبوين، أمه ما معروفة، أبوه ما معروف، العجز والمسنين ديل اللي بيرعاهم منه. ونحن بنتعبد ربنا، بنتعبد ربنا بأمنا الكبيرة دي وبأبونا الكبير، بنتعبد ربنا بيها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قالوا دي أصغر كلمة في اللغة العربية، ما تقول اليوم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. ده يا اخواننا ديننا نحن كده، ده ديننا، نمشي نستبدله بعلمانية ونستبدله بزندقة ونستبدله بأم مجدوعة ما تعرف اللي بيرعاها منو، تمشي تزور أمك في المقابر يدوك لها في فتيل، حرقوها حرقوها وطلعوا عظامها قاعدة في فتيل وكاتب لك على اسمها يا أمك أنت. دا
ده المجتمع الدارينه يا اخواننا، دي اهل العلمانيه اللي بينادوا بيها، ودي الدارين اللي تمشي لها بلدنا نحن. بعد ما عندنا من الخير، بعد ما عندنا من الرحمه بيناتنا يا اخي، والله نحن عايشين في مجتمع اللي ما امه ذاته ولا اخته ولا قريبه ذاته ولا بيعرفوه، والله يحترموا غايه الاحترام، ولا لا يموت لك زور الحله كلها تمرق معاك، وشيعوا الجنازه ويكرموا الميت، ولو القبر ده فيه حته شويه كده بس ما جاي عديل، ينزل واحد ويصلحها ويفرشوه بالتراب كويس، ويحترموا الميت ويكرموا غايه الاكرام بالثياب الطيبه الكفن الاسلامي وبالريحه الطيبه، يكرموا ميتك لحد ما يدخلوا قبره. نحن نبقى تاني زي اللي بيحرقوهم يا اخواننا، الى اخره. الكلام كثير والاسئله احسن نخليها ان شاء الله في موعد اخر. اسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، انه جواد كريم. السلام عليكم ورحمه الله.